يوصف المتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل ميسنجر لا يتصل. الآن نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على ميسنجر الخاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ميسنجر، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ميسنجر هكذا.